كيف نسجل في الجامعة؟ الجواب باختصار، لك طرق كثيرة جدا. أول طريقة من خلال الموقع الرسمي للجامعة، تفتح Our Faculty، الكليات باللغة العربية، تنظر في الكلية التي فيها تخصصك، ثم تتعرف على أعضاء التدريس، خطة المناهج. في نفس الصفحة بتعمل الاستمارة بتاعتك وتدفع الرسوم. الطريقة الثانية من خلال الواتساب، تتواصل مع إدارة الجامعة في الواتساب، توصلك بالمدير التنفيذي أو الكلية التي فيها تخصصك حتى تتعرف أكثر، ثم تدفع الرسوم. الأمر سهل جدا وليس معضلة وليس صعبا، الموضوع فقط يحتاج إلى تفهم ويحتاج إلى جدية. تحصل على ريسيت إيصال ضمان حتى تستفيد من برامج الجامعة، وتدرس عن طريق الفيسبوك، عن طريق اليوتيوب، عن طريق الواتساب، عن طريق الزوم، كل الوسائل المتاحة. يبقى فقط أن تكون جاداً.